فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا طالب في الجامعة ومتزوج ولدي أولاد، ولا يوجد لدي دخل إلا مكافأة الجامعة، ويوجد عندي مبلغ مدخر في البنك أصرف منه عند الحاجة. سؤاله: إنه يعرض علي من بعض أهل الخير، تعرض علي الزكاة، فهل يجوز لي أن أخذها؟ إذا كان عندك ما يكفيك فلا تحل لك الزكاة، سواء عندك يدك أو في البنك، رصيد في البنك، فلا تحل لك الزكاة. الزكاة على من ليس عنده ما يكفيه. نعم.